السلام عليكم، معكم حسين. حبيت اليوم أحكيكم عن طائر البادي. من البيضة إلى أن يكبر ويصبح قادر على التكاثر والتفريخ، احتل طائر البادي شعبية كبيرة بين الناس، بحيث أصبح في كل بيت يربى هذا الطائر الذكي واللطيف، وأصبح قادر على التكلم في بعض الأحيان. تتواجد طيور البادي في الطبيعة بكثرة، وعند توفر الظروف البيئية المناسبة لهذه الطيور تصبح قادرة أو جاهزة على التزاوج، بحيث يبدأ كل ذكر بإيجاد أنثى مناسبة له. تقوم الإناث بإيجاد المكان المناسب لوضع البيض، وهو الذي هو بدوره يكون آمن على الفراخ. في هذه المرحلة يكون الذكر البادي على استعداد للقيام بعملية التزاوج. وبعد أول عملية تزاوج، وبعد مرور أيام على عملية التزاوج، نلاحظ في بطن الأنثى بالانتفاخ. وبعد مرور أيام تبيض الأنثى أول بيضة، بحيث تبيض إناث البادي ما بين من 6 إلى 8 بيضات ما بين كل بيضة وبيضة استراحة يوم. ترقد إناث البادي على البيض حوالي 18 يوم. في مرحلة الركود يساعد الذكر الأنثى بتوفير الأكل المناسب لها وإطعامها. 18 يوم من الجلوس على البيضة تفخس أول بيضة، وبعدها تدفعها بالتفخيص البيضات الأخرى الواحدة تلو الأخرى. بعد مرور 5 أيام من عمر صغار البادي تبدأ بتفتح أعينها وبداية ظهور الزغب بجسمها، وفي عمر 15 يوم يبدأ ظهور الريش بأجنحتها وفي الرأس، وبعد عمر 26 يوم ينمو الريش الجسم بأكملها. ودور الذكر والأنثى في هذه المرحلة إطعام الصغار حتى تعتمد على نفسه، وبعد مرور 5 إلى 36 يوم تبدأ صغار البادي بالاعتماد على نفسها من الأكل والشرب، بحيث تقوم باكتشاف الأشياء والأطعمة وتكون في فترة نشاط عالية جدا. وبعد مرور أشهر عليها تبدأ بتغيير ريش الطفولة، وتصبح فراخ البادي قادرة على التزاوج في عمر من 8 أشهر إلى 10 أشهر، بحيث أن تبلغ طيور البادي في المجمل في عمر 8 أشهر، وتتكاثر وتنتج كما صنع آبائها، وتنتهي سلسلة حياة طيور البادي.